فيها وعارف مين المنافسين سواء في الدوري الالماني او في الدوري الاوروبي. طب استاذنك احنا قلبنا الايه. أخد كابتن منير عقيلة عشان الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه موضوع مهم جدا. كابتن منير اهلا بيك ومبروك. اهلا بيك سيد، الله يبارك في حضرتك. احنا صحيناك من النوم ولا ايه؟ لا لا، انا في يوم المباراه بيبقى رايح من الزعيق شويه. بتزعق كتير. طبيعي. بس الحمد لله جاب نتيجه. الحمد لله. يعني ثلاث نقط مهمين جدا. الاستوديو الاول اهلا بيك ومنور الدنيا، منورنا في قناه الاهلي. ثلاث نقاط مهمه جدا يا كابتن منير، حطوكوا في المركز الثالث 23 نقطه، ماشيين كويس قوي ما شاء الله. لسه كنا بنتكلم على التزام اللعيبه اللي جايه من التزام الجهاز الفني بقياده الكابتن طلعت يوسف، يعني المباراه كانت بتمثل لكم اهميه اكيد النهارده. يعني ما فيش شك طبعا، كانت مباراه مهمه جدا. يعني الثلاثه بونت بيخلونا نفكر دايما في المراكز الاعلى بعد كده. مفيش شك ان كنا محضرين المباراه كويس، اتفرجنا على فرقه النجوم بشكل كويس جدا. على فكره فريق واعد. النهارده صحيح ما كانش في مستواه، كان بعيد عن مستواه، انما هو فريق واعد ومع مدرب واعد، ان شاء الله يكون التوفيق حليفه في المباراه اللي جايه. انما الحمد لله ادينا مباراه جيده، قدرنا الشوط الثاني ان احنا ببعض التغييرات ان احنا نسجل هدفين، واستحوذنا تقريبا على اغلب فترات المباراه الحمد لله. كابتن منير، المكاسب ما شاء الله المتتاليه دي بتزود طموحكم في المنافسه على درع الدوري الممتاز السنه دي؟ يعني عشان نبقى واقعيين برضه ميدو، ما نقول منافسه على درع الدوري، افتكر ان ما تنساش ان فريق المقصه مشي منه حوالي 12 لعيب او 13 لعيب الموسم اللي فات. فعشان تبني فريق ينافس على البطوله او حتى ينافس على المركز الثاني، افتكر ان الموضوع ده محتاج وقت. وانتوا انا سامع لسه كان الكابتن عادل بيتكلم في القصه دي، بيتكلموا في النقطه ديت، ان الموضوع الكوره محتاجه وقت يا جماعه. الكوره ما ينفعش اجيب مدرب واطلب منه النتائج بعد ماتشين. دي حقيقه، دي حقيقه. تمام. ايهاب كلام الانجاز اللي عمله فريق مكسر قبل كده، افتكر انه كان بعد الموسم الثالث. فريق المصري كان مثال واضح جدا، ما حققش نتائج غير بالاستقرار مع حسام حسن لمده 3 سنين او 3 سنين ونص. فالموضوع وقت. افتكر ان اللي بيحصل في غالبيه انديه مصر، افتكر ان العشوائيه هو العنصر السائد، يعني تغيير المدربين. وافتكر ان كتر تغيير المدربين ده افتكر انه مش هيؤدي لاي نجاحات في اي انديه، والانديه اللي هتحقق نجاحات هي الانديه اللي هيحصل فيها استقرار فني لمده سنه او سنتين او 3 سنين. انا معاك وبتمنى لك التوفيق كابتن منير، مع الكابتن طلعت يوسف ان شاء الله تعملوا فرقه زي ما انتم عايزين، ان شاء الله تنافسوا على الدوري، عايزين فرق كتير تنافس على الدوري. كابتن منير عقيلة المدرب العام لفريق مصر المقاصه، شكرا جدا لحضرتك. شكرا. اتفضل يا كابتن. طبعا هعيد بسرعه كده. المدير الفني طبعا بيجي بيختار اللاعبين قبلها، بعدين يبقى عامل فتره اعداد وعارف الاعداد بتاعه يبقى فين ومقسمه، وبعدين بيبدا الدوري، ماتشات وديه، كل الامور دي